يبحث عن مهرب من واقعه. لا بقى تحاصريني أكتر من هيك. ليعيش قصة عشق محرمة. روق عليه شوي وخليني افضحه بالأول. وبكشف خيانته رح تقوم لأيامي. أولاً آخر هالقصة في طلاق. يبدأ فصل جديد من الانتقام. الانتقام أكلة بتتاكل على البارد. ممكن قدامنا تكون هذه لتضرب الضربة الكبيرة. التفاح الحرام، الجزء الخامس، من السبت إلى الخميس 9:00 مساء بتوقيت السعودية على زي ألوان.